في العراق يبدو أن حادثة الاغتيال الأخيرة لنشطاء الحراك الشعبي جاءت مختلفة هذه المرة عن سابقاتها من حوادث الاغتيال، بما تخلفه على المشهد العراقي من انعكاسات، إذ تعيش بغداد في الأثناء حالة من التوتر خلفها اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح على خلفية تضارب الأنباء حولها، بين إذا ما كانت عملية الاعتقال قد تمت على خلفية اتهام مصلح باغتيال النشطاء أو على خلفية قضايا فساد. هذا الاعتقال تسبب بغضب في صفوف الحشد الشعبي بإصدارها بيانا حذرت خلاله من خلط الأوراق وتصريحات اتهمت خلالها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخلق أزمة يراد منها تحريك الشارع ضد الفصائل. لم تجد الدعوة إلى سلمية تظاهرات الحراك الشعبي في العراق طريقا لها، إذ تحولت هذه التظاهرات إلى صدام مع قوات مكافحة الشغب، أودى بحياة متظاهرين اثنين على الأقل، وتسببت بإصابة أكثر من 150 شخصا بين صفوف المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية. المتظاهرون يقولون إنهم أرادوا السلمية، ذلك أن عنوان حراكهم من قتلني يحمل جوهر مطالبهم بالضغط على الحكومة لاستكمال التحقيقات في عمليات القتل التي استهدفت ناشطين لم يعاقب مرتكبوها بعد. شرارة هذه المظاهرات جاءت بعد آخر عملية اغتيال استهدفت الناشط في الحراك بكربلاء إيهاب الوزني، وهو الذي كان على الدوام يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة. فهسه حاليا ذولا كلهم بهم مندسين يصورون المتظاهرين السلميين، ولما يخرجون المتظاهرين السلميين يغتالوننا مثل الناشط. هسه حاليا ب 2020 اغتالوا عندنا 6 من النشطاء. وفي خطوة تفتح الباب لمطالب المتظاهرين بمحاسبة قاتلي قيادات الحراك، أوقفت القوات الأمنية في بغداد قاسم مصلح، وهو مسؤول كبير في الحشد الشعبي، بتهمة تضاربت الأنباء حولها بين أنها جاءت بموجب قانون مكافحة الإرهاب أو بتهمة اغتيال ناشطين. وبين السياسي والأمني يرى مراقبون أن الخشية في العراق اليوم هي على مسار الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في تشرين الأول المقبل، خاصة بعدما لوحت قوى حراكية بمقاطعتها والعودة إلى الشارع ما دامت الفصائل متغلغلة في مفاصل الدولة وتهيمن على المشهد السياسي. إذن للمزيد أرحب بضيفي من بغداد، محمد السلامي الناشط المدني والسياسي، كذلك علي فضل الله الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم أستاذ محمد، سأبدأ معك. يعني إذا كانت هناك قد توفرت تفاصيل، يعني يتردد في العاصمة العراقية بغداد أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح قد تم الإفراج عنه، وهو الآن في عهدة الحشد الشعبي، هل ما يؤكد ذلك؟ نعم، شكرا أولا للاستضافة. أهلا بك. أنا أعتقد وهذا المعلومات الموثقة نستطيع القول أنه قد تم إلقاء القبض على السيد قاسم مصلح بأمر قضائي، وهذا الأمر القضائي بإلقاء القبض حسب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، المادة 4، بمعنى أنه متهم بأمور كثيرة، منها هو الإخلال بالأمن، وطبعا الكثير من الأعمال الجرمية التي تخل بالأمن التي على أساسها تم إصدار أمر إلقاء القبض. أما موضوع يعني تحويله إلى الحشد الشعبي أو القوة الأمنية للحشد الشعبي، هذا غير صحيح. لحد الآن هو لدى القوات الأمنية محتجز على أساس هذا الأمر القضائي. وطبعا هذا الموضوع قد يكون له علاقة بتخفيف التوتر الذي حصل أمس، بمعنى أن الفترة الطويلة التي كانت سنة 2019، يعني تشرين 2019-2020، طالبت طبعا الكثير من الشهداء، وبحدود 700، أكثر من 700 شهيد، وأكثر من 30,000 مصاب ومعوق ضمنهم. الآن
يتم تم المطالبة من أجل الكشف عن هذه الجرائم، وخصوصا أن الذي حدث في كربلاء وطبعا في البصرة وفي الناصرية وفي غيرها، ولكن الذي أشعل النيران من أجل المطالبة من جديد هي اغتيال الناشط المدني المعروف وهو إيهاب الوزني. نعم. أعاد، وأيضا في نفس الوقت قد طالب في قبل اغتياله طالب بأن يكون يوم 25 آيار، أن ولم يكن يعرف بأنه سوف يتم اغتياله. نعم. فكان طيب. من المفروض أن يكون مع إذن أنت ترى صلة مباشرة بين اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح وعملية الاغتيال الأخيرة والاحتجاجات التي اشتدت من جديد في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوب. أستاذ علي فضل الله، برأيك اليوم تتخذ الحكومة العراقية رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي اليوم قرارا حاسما بمواجهة بعض الفصائل أو بعض القيادات التي تعتبر نفسها أنها فوق القانون؟ أبدا، شكرا لهذا الاستضافة. خليني بس أحيطك علم سيدي الكريم. تفضل. أنه قوة الاعتقال لقائد عمليات الأنبار السيد قاسم مصلح كانت هي قوات المارينز الأمريكية وليست قوة عراقية، وبدعم من قوة السيد أبو رغيف مسؤول لجنة مكافحة الفساد. فأعتقد الموضوع في حالتين هو مخالف للدستور والقانون العراقي. وخلينا أحيطك علم، من المفترض وفق مقررات مجلس القضاء العراقي تعميم رقم 1999 على ما أتذكر في 23/5 لا يجوز لأي محكمة أن تنظر بقضية لأي منتسب بالحشد الشعبي إلا من خلال قاضي الحشد المخصص من مجلس القضاء، ولا يتم الاعتقال إلا من قبل قوة أمن الحشد. لذلك الإجراء من حيث المبدأ كان مخالف للدستور وللقانون العراقي، والمؤلم والمؤسف أن تكون قوة أجنبية تقوم باعتقال ضابط كان سببا في صناعة النصر للحكومة العراقية. سبب الاعتقال يعني مع اللقط اللي أثير للأسف والمتاجرة بدماء الأبرياء من المتظاهرين والنشطاء من بعض القنوات ومن بعض ما يسمون بالنشطاء، هنالك متاجرة بدماء الأبرياء. موضوع السيد قاسم مصلح هو أنه اعترض موكبا ورتلا أمريكيا كان قادما من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية، ومنع هذا الرتل من الدخول إلى داخل محافظة الأنبار العراقية. لذلك سبب الاعتقال كان مبني على هذا السبب. السبب الآخر أن هنالك اتهامات لهذا الشخص لقائد عمليات الأنبار على أن هنالك استهداف لعين الأسد لأكثر من مرة، وبما أنه هو قائد لعمليات الحشد ولأن الحشد دائما متهم من قبل الجانب الأمريكي، لذلك القوات الأمريكية قامت وبمعية الحكومة العراقية، للأسف الحكومة المدعنة للسفارة الأمريكية، كانت عملية الاعتقال فجر هذا اليوم من قبل قوة أمريكية وليس قوة عراقية. لكن أستاذ علي فضل الله، يعني هل الحكومة العراقية بين قوسين، واسمعني هذا التعبير، بهذه السذاجة حتى تقوم بأي عملية وإن كان بتدخل الأمريكي أو دونها، دون أن تكون مدركة بأن بذلك يشكل خرقا للدستور؟ وفي العراق هناك قاضي للحشد الشعبي وهناك قاضي لباقي المسائل، يعني هذا الانفصال وبشكل هذا أول مرة يعني صدقا أنا أسمع بذلك. تساؤل وجيه من جنابك، هذا إذا كانت الحكومة العراقية تمتلك الإرادة الحقيقية للوقوف أمام الجانب الأمريكي. هذه الحكومة ومن خلال عدة معطيات للأسف هي مدعنة للقرار الأمريكي، بل هي لا تملك الإرادة كي تقف أمام، تكون مانع أمام المقررات الأمريكية. لذلك الحكومة العراقية فاقدة الإرادة، فلا غرابة أن يكون هنالك إملاءات من قبل الجانب الأمريكي باتجاه الحكومة العراقية، والحكومة العراقية تقوم بالتنفيذ أو تغض النظر عن الإجراءات الحكومية باتجاه الشخصيات العراقية. أنا أكرر أنه من قام باعتقال السيد قاسم مصلح هو قوات المارينز الأمريكية، وبالتالي هذا الموضوع يسقط سيادة الحكومة العراقية ويعطي لأي مواطن عراقي حق مقاومة هذه القوة الغاصبة والمحتلة للعراق. طب أستاذ محمد سلامي، لديك تعليق على هذا القول؟ يعني
هل فعلا تريد الإدارة الأمريكية أن تكون وهي أن تدخل في مواجهة مع فصائل مسلحة ربما تدين بالولاء لإيران، ليس للحكومة العراقية السلطة عليها؟ كيف يمكن أن نفهم ما يجري وهذا التضارب الآن في المعلومات وعدم وضوح الصور؟ نعم، يعني لدي ثلاث نقاط في ما تحدث به الزميل المتحدث. أولا، أن هذه الفصائل صحيح لديها قانون، ولكن أن الدستور العراقي في المادة 9 يمنع أي فصيل أي مجموعة مسلحة خارج الجيش العراقي، هذا واحد. اثنين، أن قانون الأحزاب كذلك يمنع أي مجموعة سياسية حزب أو كيان سياسي لديه ذراع مسلح. فهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن القوات المشتركة مع وجود أيضا قوات أجنبية هي التي قامت بإلقاء القبض على السيد قاسم مصلح. ثالثا، أن الحكومة العراقية سنة 2014 عندما تم اجتياح ثلاث محافظات من قبل داعش، قامت وهذا معروف جدا وبشكل رسمي، أن السيد نور المالكي ثم السيد حيدر العبادي قد دعا القوات التحالف الدولي إلى المساعدة في للجيش العراقي من أجل يعني إنهاء سيطرة داعش على هذه المحافظات وغيرها. لماذا؟ لأن الجيش العراقي في كل الأحوال غير قادر جويا على، يعني لا يمتلك القوة الجوية على الاستكشاف ثم المباغتة ثم المساعدة للجيش العراقي على محاربة هذه المجموعات وهي مجموعات داعش. فلذلك لا يمكن أن نقول أن القوات الأجنبية الآن، أقصد التحالف الدولي، هو احتلال. أنا أعتقد أن الأستاذ لا 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 لا، لكن اليوم أستاذ محمد هناك حوار استراتيجي ما بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، نعم، يحدد، نعم، من خلال نطاق ومهام، نعم، القوات، نعم، الأمريكية. والولايات المتحدة، نعم، تريد أن تأسس حبة ما تبقى لها وأن تبقي ببعض القوات أو لبعض القوات الأمريكية، نعم، لغايات التدريب ليس إلا. نعم نعم، أنا أريد أن أتحدث أن السيد المتحدث مع تقديري له أن هنالك قوة عسكرية وقواعد تركية موجودة في شمال العراق، لماذا لا يتحدثون عن هذه القوات التركية وهي بلا أن تكون بموافقة الحكومة العراقية؟ فلذلك يجب أن لا نقيس بمقياسين. طيب، أنت أثرت العديد، يجب علينا أن نقيس بمقياس واحد. بمقياس واحد، طيب دعني أستمع الآن أستاذ علي فضل الله. كنت في بعض الأحيان مبتسما أستاذ علي، لديك بلا شك تعليق على ما ذكره الأستاذ محمد السلامي، تفضل. بالغ احترامي يعني رأي الضيف الكريم، لكن أولا دعني أذكر الضيف الكريم أنه هذا الفصيل المسلح هو قوة حكومية أقر لها قانون داخل البرلمان العراقي، وبالتالي هو قوة خاضعة للقائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي شتان ما بين الفصيل المسلح وقوة حكومية شبيهة بوزارة الدفاع والداخلية، فهي قوة تمتلك غطاء قانوني ودستوري. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، عندما تكلم الضيف عن موضوع طلب السيد المالكي والسيد العبادي، نعم، في الشهر السادس وفي الشهر التاسع برقية أرسلت إلى جمعية الأمم المتحدة والمجلس الأمن الدولي طلب المساعدة، الجانب الأمريكي ظل متفرجا قرابة 5 أشهر. وهذا الموضوع أنا حتى في موضوع التعريش عليه ليس له ربط ما بين قوة الاحتلال وقدوم قوات التحالف الدولي، هذه القوات التي طالبتها حكومة السيد عادل عبد المهدي باعتبار القائد العام وقتها بمغادرة الأراضي العراقية لأنها تحولت إلى قوات عبثية، بالإضافة إلى قرار البرلمان هو إخراج القوات الأمريكية، رافقتها تظاهرات مليونية للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية. القوات الأمريكية الآن لا تمتلك أي غطاء قانوني أو دستوري، ولو
سلمنا جدلا أن هذه القوات تمتلك غطاء دستوري أو قانوني، لا يجيز القانون العراقي لأي قوة أجنبية بأن تعتقل شخصا عراقيا إلا من خلال أو عبر بوابة الحكومة العراقية. لكن ذكر الدستور العراقي ذكر لك أستاذ علي، ذكر لك أن ماذا تفعل القوات التركية في شمال العراق، يعني تشن عمليات وتتوغل كيفما تشاء. إشارة لطيفة من جنابه. نعم نعم، من وقف أمام القوات التركية عندما فكرت باحتقال أو عفوا باقتحام سنجار قبل أكثر من شهر؟ من وقف أمام القوات التركية وأنهى عمليات مخلب النسر ومخلب النمر التي كان من المفترض أن تصل إلى سنجار؟ من وقف هو الحشد الشعبي، ونتيجة التدخل والتهديد توقفت القوات التركية بالتوغل عفوا داخل الأراضي العراقية. المؤسف والمؤلم، هل يعلم الضيف الكريم أنه رئيس المخابرات التركية بعد زيارته للعراق دخلت القوات التركية مباشرة إلى الأراضي العراقية؟ ثانيا، هل سمعنا بمقاطعة أو طرد السفير التركي من الحكومة العراقية؟ لا. هل سمعنا بقطع العلاقات الدبلوماسية؟ لا. هل سمعنا بقطع العلاقات التجارية؟ هذا الموضوع كله مرهون بحكومة الكاظمي. لذلك حكومة الكاظمي هي تختلق الأعذار لخلخلة الأمن من أجل الوصول للغاية الأخيرة، وهي يجب خلط الأوراق ويجب أن تكون هنالك حكومة طوارئ، لأن قاعدة البيانات التي حللت من قبل مراكز البحث الأمريكية أنه لا مجال لحصول القوة التشرينية، ما يسمى بالقوة التشرينية، حتى على 5 مقاعد. نعم. في الانتخابات. نعم. القادمة. لذلك تعمد الآن حكومة الكاظمي. نعم. إلى خلط الأوراق وزرع الفوضى من أجل حقيقة الذهاب إلى حكومة الطوارئ. هذا رأيي. أنا أشكرك أستاذ علي فضل الله الكاتب والمحلل السياسي محمد السلامي الناشط المدني والسياسي، كذلك أشكرك من العاصمة العراقية بغداد. شكرا جزيلا لكما.